دخول فصل الشتاء والأجواء الحلوة تلاحظون أن بعض الناس كله بردانين، يعني من تي أي لمحة برد راحوا لبس الكوت والجاكيت كل الكبد. بعض الناس تلقاه لابس نص شم وعادي الوضع عنده، فش اللي يخلي بعض الناس يحسون بالبرد أكثر من غير؟ طبعا أنا كطبيب لازم أفرق بين شيئين، بين شيء طبيعي وبين شيء غير طبيعي. لا روح حل روح شوف شنو شيء الطبيعي. بعض الناس لأسباب وراثية جينية هم يحسون بالبرد أكثر من غيرهم، فدائما يلبسون ثقيل، هذا شيء طبيعي. وتلقى هؤلاء الناس من صغرهم، يعني مو شيء مفاجئ، من صغرهم كله بردان، هذا طبيعي. ايضا من الطبيعي انت اذا انت جائع جوعان او يعان انك تحس بالبرد، وايضا من الطبيعي اذا كنت مريض او منهك ممكن تحس بالبرد، كل هذا طبيعي. غير الطبيعي اذا فجاه قمت تحس بالبرد وانت سابقا ما كنت كذي، قمت فجاه تحس بالبرد، فهذا نعم قد يعني انه تحتاج تروح الطبيب وتسوي تحاليل دم. قد يعني رقم 1 عندك نقص دم انيميا، قد يعني رقم 2 عندك اضطرابات بالغده الدرقيه وخاصه قمول الغده الدرقيه، وقد يعني نقص بعض الفيتامينات بالجسم نفس فيتامين B12 وفيتامين د. لذلك اذا انت طول عمرك بالريد خلاص ماكو مشكله، لكن اذا فجاه قمت تحس بالبرد وصرت تلبس الكبت كله روحك الطبيب، ممكن عندك نقص في بعض الاشياء.